بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يوم الخميس الماضي مع صلاة الظهر جاءنا نعي سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية ورئيس ندوة العلماء في لكنو في الهند، وقد تولى مهمة الإشراف والتسيير لندوة العلماء بعد وفاة خاله سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي. والشيخ محمد الرابع الشريف الحسني العالم الرباني عاش بيننا وكان يمشي على الأرض هونا، ثم صعد إلى ذي العرش العظيم. من عرفه عرف فيه العالمة والأديبة المضحي المتواضع الذي خلف لنا كثيرا من الأعمال الأدبية والعلمية، من آخرها سيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب سراج المنيرة. وقد زارنا في هذه المدينة في الملتقى الدولي الأول للأدب الإسلامي في عام 1994، ثم شرفنا بدعمه لمؤتمر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب العالمية، هذا المؤتمر الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي، فأطل علينا وألقى كلمة بليغة رغم ضعف جسمه ووهن عظمه وقوته. وكان رحمه الله رفيقا للشيخ أبي الحسن الندوي في رحلاته في المشرق وفي المغرب، وكان معه في زيارته للمغرب كما لوجده كما كان معه في رحلات سابقة للمغرب، وبعضها كان بدعوة من المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله. وبرحيله يكون قد خلف فراغا في مجال الفكر وفي مجال الأدب وفي مجال الدعوة، ونسأل الله عز وجل أن يقيض لهذه المجالات من يتابع مسيرته ويسير سيره. فمن جديد نعزيكم ونعزي كل محبي الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي في الهند وفي جميع أقطار العالم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.